شفت كل ما تعمل حاجة غلط الزبارة بتيجي، كل ما تعمل حاجة غلط الزبارة بتيجي صح؟ انت ايش كنت تحكي؟ ايش كنت تحكي؟ انا بحكي انه احلى اشي يا عم وكلمنتينا. شفت؟ كنت بدك تكذب انت. انا مانيش ازعل هذا اللي بجنبك. خلص تعال يا عم نضرب علوش عشان رشقني مي. لا يا عم مش نضرب علوش، احنا بدنا نحكي لعم علوش اول مرة واخر مرة. مين ضربك؟ انا. حدا ضربه؟ مين ضربه؟ تعال يا عمو علوش. ايه دي حدا ضربني؟ محدش ضربك انت، علشان يا عمو انت هضلك وتجرب معاك. انا ضربك. اقول لك مين اللي ضربه؟ عمو فراس. لا لا مش عمو فراس، عمو احمد. هذا عمو احمد اتغدى اليوم اربع مرات. اللي اتغدى فيك ضايل انت هالجيم. يلا نادى على عمو فراس. يلا نادى على الدبدوب. هيا عمو فراس. لا بس من وين يجي؟ من وين يجي؟ عمو فراس. هيا عمو فراس زي بحانيا. Yeah.
انا بحكي اما علوش مش هيجيبها. انتوا بتعرفوا يجيبها؟ متاكدين؟ لا مش هيجيبها. خلاص.